صباح الخير يا عريس. خير إن شاء الله، شو بدها؟ شفت المطار طاهر؟ صعب تلاقي مثله بأي مضمار، بكل هالبلد ما حدا ركب مثله لسه. بالله عن جد؟ إن شاء الله بتتهنى. بس بتعرف ما بدي خليه بالورشة، رح أخده على بيت عمر. إياس لازم ترجعه لإليم فورا، رجع هاد المطار مشان تكف البلا. بس هي هدية عرسي والهدية عيب تترجع، مو هيك؟ إياس اطلع من هالبواب، مو علي هاد الحكي. أبوك عندي بالبيت وما رح يرجع قبل ما يروح هذا من هون، بلا مشاكل إياس وبلا ما تتخانق أنت وأمك وتنتزع فرحتك من أولها. أنا ماني آكل همك، بس اختي مشان رانيا. أي طيب ماشي ماشي، خلصنا. رح روح أخده على بيت عمر وارجع على البيت قبل ما تصحى رانيا، وبعدين بندبره. شو؟ رح أخده على بيت عمر من ورا التلة لأنه صوته قوي هلأ بيفيق كل الضيعة. طاهر صحيح بدي منك شغلة. تفضل. دق له هلأ لأبي وقل له رجعت الموتور، خليه يرجع على البيت. ماشي؟ بدي قل له؟ دق له. انت شو قصتك؟ لساتك فايقة لهلا؟ بعد كل هالمشروب اللي شربتيه ولساتك قدراني توقفي على رجليكي؟ لسه الساعة 7 الصبح، رجعي نامي. مو انت فيقتيني؟ أنا كنت بسابع نومي قبل ما تجي لعندي، عم ضل طول النهار وأنا عم لف ودور وإحكي وبالآخر برجع على البيت هلكاني وبس بدي نام وارتاح، وبعدين بيجي أبوكي ببهدلني إذا تأخرت شوي. دق للسكرتيرة وبقلها ما رح تداومي اليوم. إذا بيتصل الوزير ما رح يقدر ياخد لي إذن من أبوكي، رح يقتلني إذا ما حضرت الاجتماع، ويمكن يقتلك بطريقه كمان. هذا الاجتماع مهم وما في مزح. روح اعملي دوش وغيري أواعيكي منشان ننزل على الشركة. إيه ماشي تمام، بس رح نمرق على المضمار بالأول. أي مضمار هذا؟ أكيد رح لاقي بالمضمار، بيكون عم يجرب الموتور هنيك. تعرفي إلين رح أخذ لك موعد مع شي دكتور نفساني. بالأول قلت لحالي إنه هاجس مؤقت أو نزوة عابرة، بس شكلك أنت عن جد مهتمي فيه لهالشب. لك شبك أنت جنيتي؟ الزلمة مبارح كان عرسه وهلأ عم بيقضي شهر العسل وبده يطلع على المضمار. معقول؟ معقول يكون الموتور عنده بالبيت وما يطلع؟ مستحيل، ما بصدق. هذا ما بيفرق معه العسل. أنا متأكدة إنه هالشاب ما بيعشق غير الموتور، هالجوازة ما رح تدوم. شهرين مو أكثر. أنا هي أول مرة بشوف وحدة بتطالع قطة مع جهازها، ما كان ناقصنا غير قطط. أخ من عمايلك يا صالح، أخ. صباح الخير أمي. صباح النور يا روحي. بابا من مبارح ما رجع البيت؟ لا ما رجع، من لما شاف الموتور حمل حاله وطلع ولهلأ ما رجع. ايه معه حق، والله شي بيعصب وبيطالع الخلق. حبيبتي نبال روحي وصلي على الورشة واسألي هون وين نام أبوك مبارح، حسابه عندي بس ليرجع على البيت أنا بفرجي. طوي بالك إيه. صباح الخير. يلا روحي. نبال على أساس رح يقضوا شهر العسل بالأوتيل، ليش ما راحوا؟ مزبوط، بابا كان رح يعمل لهم إياها مفاجأة بس إجا الموتور ونزع لهم القصة. والله مو طبيعية بنوب هالإلين، عرفت شو تهدي بعرسه. أستغفر الله. نبال شبه نرمين، ليش ما اتصلت ولا سمعتنا صوتها؟ تعرفي يا عائشة أحسن لك إنه ما تتدخلي بأمور ما بتعنيكي. ليش؟ شو أنا مالي وحدة من هالعيلة؟ لا أبداً، أصلاً طول عمرك بتكرهي عيلتنا وما بتزيقي حدا منا.
مرحبا أخي طاهر. تعرف بابا وين نام مبارح؟ لأنه أمي قلقانة عليه ومو عارفانين شو بدنا نعمل. المعلم هلأ راجع، انحلت المشكلة، ريحي بالك. لكن رح فوت ساوي شاي لبين ما يوصل بابا. والله يا ريت. ايه شو قررتوا مشان الموتور؟ الليلي بالأول شو مشان موضوعك؟ مرته طول الليل وهي عيون عليكي. عن مين عم تحكي انت؟ ما تهنينا بالعرس بنوب وانقهرت رانيا كتير وتضايقت. شو كان إلا معنى هالهدية هلأ؟ لسه من أسبوع سحبت منه الموتور اللي عطيته إياه. معناتها أخوك عرف كيف يراضيها. شفتوا شو حلوة هي البنت اللي اسمها إلين؟ لما سمعت إنها سيدة أعمال ما توقعتها إنها صغيرة وحلوة. وإياس فورا قبل هديتها وما هرضها بنوب، مع إنه هالشي مو من طبعه. بصراحة أنا كتير استغربت. القصة فيها إنه ما حب يعمل منها قصة قدام الناس، مشان هيك اضطر إنه يقبل الموتور منها. بجوز كلامك مزبوط. كأنه مو مصدقة. وعدنا قدام الكل إنه رح يترك السباقات والموتورات، يعني مو حلو قدام البنت وأهلها. وتصرف أبي ما كان حلو أبدا. إياس ما رح يرضى يرجع الموتور لو شو ما صار. شو بكون؟ ما أنتوا بتعرفوا؟ ليك شو ساوت إيلين؟ عرفت شلون توصل القنبلة على البيت وتروح. الشاي اللي عندكم مو طيب بنوب. تعال لعنا على البيت نفطر سوا ونشرب شاي. طاهر؟ ليش ما عاد اجيت عادت معنا على السفرة؟ قبل سنة كنت على طول تاكل معنا، وما حدا غلط بحقك أو قصر معك بنوم. ليش بطلت تقعد معنا؟ بصراحة لأنه ببيتي برتاح بالأكل أكتر، بس هيك. ايه فهمت. يا ترى ليش ما اجا ولا غريبة؟ امشي خلينا نروح. شايفة هذا الموتور؟ واحد من أحسن الموتورات في العالم. موهوب مثلك ما بيلبق له إلا هيك موتور تتهنى فيه. لا تأخذني، أنا عملتك بأسوأ وغلطت بحقك الأسبوع الماضي. أنت كنت عم تمر بفترة صعبة، وبعرف إنه راحت عليك نومة وتأخرت على الاجتماع، وأنا كنت لازم أتفهم وضعك. حبيت أعتذر منك، بس ما تكون زعلت مني لأني إجيت على عرسك فجأة. شو عرفك إني راح أجي لهون؟ معقول عندك هالموتور وتضل قاعد بالبيت وما تطلع تجربه بالمضمار؟ ما بتكون إياس؟ بظن إني صرت أعرفك منيح. شكراً كتير. أنا لازم أرجع على البيت هلأ، بعدين منتدرب أنا وياك. أوكي، أنتي بس حضري برنامج التدريب. أي ماشي. وراح بلش فترة تدريب مكثفة كتير، راح خليكي تفتخري فيه. أنا واثقة من هالشي. يلا بخاطرك.